للحديث أكثر عن انتهاكات النظام السوري في إدلب ومناطق سيطرة المعارضة في ظل تنامي النفوذ الإيراني، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي. أهلا ومرحبا بك دكتور، وكل عام وأنت بخير. الله كل عام وأنتم بخير من خبر الطاعات. حياك الله. بداية دكتور أسامة، قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، كيف تقرؤون هذا القصف المتكرر رغم اتفاق خفض التصعيد وتسيير الدوريات المشتركة لرعاة الاتفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا السؤال تكرر كثيرا خلال سنوات، يعني منذ 5 سنوات إلى اليوم يتكرر مثل هذا السؤال، أنه النظام لا يلتزم بقرارات أستانا ولا قرارات التهدئة ولا قرارات سوتشي، وهذا أمر معهود عهدناه، بل أكثر من ذلك كنا نشهد بعد كل اتفاق سقوط منطقة لهجوم عسكري غادر، يكون المقاتلون أو المجاهدون في الأرض السورية في منطقة وفي كل المناطق في حالة هدوء، في حالة يعني لا يتوقعون فيها الهجوم، فيعمد النظام إلى هجومات بعد الاتفاق مباشرة. وكل اتفاق تتبع التواريخ ستجد أنه بعد كل اتفاق أستانا تسقط منطقة من خلال هجوم غادر للنظام، طبعا بإشراف روسي. فلذلك هذا الأمر معهود متكرر، أنهم يقضمون الأرض ناحية احتلالها ويقصفون باستمرار، لم يتوقف القصف على الإطلاق طيلة الأشهر الماضية، ولا يلتزم هذا النظام بمعرفة وإدارة روسية، لا بهدنة ولا بهدنة حتى مؤقت، هو يستمر بالقصف والتمهيد وقضم الأرض. طيب، القصف على بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي وإن كان مبررا بأنه على فصائل مصنفة إرهابية إلا أنها تطال في النهاية المدنيين، كيف ترون موقف كل من تركيا وروسيا من اتخاذ النظام وحليفه الإيراني من المدنيين هدفا لهم؟ ضرب المدنيين هي خطة روسية اتبعت في الشيشان وبشكل واضح ومتعمد، إن إزالة المنطقة بأكملها من بشرها وحجرها من مدنيين، وبالأخص يعني قصف المدنيين، لأنهم يعلمون أن المدنيين في هذه المنطقة سيضغطون على الثوار أو على المقاتلين، والمقاتلين لديهم مبادئ يعني معلنة أنهم يعني يحمون المدنيين وأنهم يعني مرتبطين عضويا بالمدنيين، وأن ضرب المدنيين يعنيهم فعلا. وهذا الأمر يعني كما يقال اليد التي تؤلم عند المجاهدين، أن القصف يطال المدنيين والنساء والأطفال. وقصف الروسي أبدا لم يكن كما يقال ذكيا، يعني لا يوجد قصف جراحي كما تعلن أمريكا وتدعي مثلا أنها تضرب ضربات جراحية بين المدنيين للأهداف يعني المخطط لها، لكن روسيا لا تفعل ذلك على الإطلاق. إذا تتبعتم القصف الروسي ستجد أن يعني صف كامل من البنايات والبيوت يعني يقصف بطريقة النفق هكذا بشكل عشوائي تماما، وعدا عن ضربات الكيمياوي وكلها بتخطيط ودراية روسية. الإشراف العسكري في سوريا إشراف روسي حتى على الميليشيات الإيرانية، لذلك أنا أستغرب تماما أن يقال أن هناك صراع مثلا عسكري أو صراع حقيقي سياسي أو على النفوذ بين روسيا وإيران، هم يتقاسمون، والدور الإيراني يتراجع عندما تريد روسيا مثلا منطقة نفوذ معينة وينساق ويأتمر بأمر روسيا. روسيا تقود المعركة وتقود كل الميليشيات التي على الأرض السورية. طيب، ما الذي تهدف إليه إيران من سعيها المستمر لاستهداف إدلب رغم الرفض الدولي الضمني للمساس بإدلب لما تمثله من قنبلة ستنفجر في وجه الغرب والعالم أجمع؟ إيران ليست في دور القيادة، إيران تؤمن في هذه الحرب التي هي قذرة من جهة النظام وحلفائه، تؤمن العنصر البشري الحاقد أو المحقون بالحقد الطائفي، هذا العنصر تحتاجه هذه الحرب القذرة، لأنهم يعبئون عناصرهم، عناصر الميليشيات يعبئونهم بأساطير وأكاذيب ويشحنون هؤلاء بحقد بين قوسين ضد أهل السنة، فيأتون ولديهم ما يسمى بعقيدة القتال، عقيدة فاسدة ولكنها عقيدة في النهاية
يعبئ هذا المقاتل ليندفع في القتال. هم يحتاجون هذا العنصر البشري فقط في المعادلة، في المعادلة العسكرية، لكن ليس القرار لهم أنه والله يريدون الدخول إلى إدلب، ليس القرار لهم، القرار لروسيا إذا أرادت إيقاف طيب شيء. القرار لروسيا يعني بالمقابل لا تتوانى المعارضة في الرد على مصادر النيران، إلى أي مدى ترون أن رد المعارضة يأتي برضا ضمني من روسيا إن كان الروس غير معنيين بالشمال السوري كما يقول المحللون؟ فما هو تفسيركم عن سكوتها على ضرب الأهداف الإيرانية؟ على فكرة نحن نتتبع على الأرض كل ما يحدث بالتفصيل، ونعلم أن هذه الضربات بسيطة غير مؤثرة، بل يعني تزعجنا في النهاية لأنها لا تعتمد على حرب العصابات. أنت لا تستطيع في كل الأحوال أن تجابه الدبابات والصواريخ والطيران بأسلحة ثقيلة. نريد حرب عصابات خلف الخطوط، نقولها ليلا ونهارا، حربنا حرب مستضعفين، حرب العصابات. ويستطيعون يعني تستطيع الفصائل المجاهدة، أنا لا أستخدم عبارة المعارضة حتى لا يختلط الأمر على المشاهد ويعتقد بأنه الذين في الخارج هم جزء من هذه المقاومة العسكرية البطلة لمن ثبت على الأرض من الفصائل. لا، هي حرب مقاومة ويجب أن تكون حرب عصابات، ليس استهداف بصواريخ وفيها مبالغة أنه والله سقوط قتلى كثر من النظام أو شيء. حتى المرصد السوري ليس لديه مصداقية كبيرة لدينا ولدينا الأدلة يعني عبر متابعة لسنين. بكل الأحوال يريد حرب عصابات مؤثرة تصل، ممكن أن تصل جغرافيا وما يسمى بالجيوبوليتيك، يصل المجاهد إلى دمشق عبر البادية التي ليس لها من سيطرة لأي جهة. نعم، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في استوديو الرافدين.